أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر الآن. في البداية بنرحب بالأستاذة الجميلة الإعلامية الجميلة الأستاذة رباب الشورى بانضمامها معانا لأسرة البرنامج. أهلا رباب. أهلا وسهلا بيك، وسعيدة جدا بانضمامي لأسرة برنامج مصر الآن. أهلا بيك رباب. أعزائي المشاهدين، المستشار محمد حلمي في البداية بنرسل له العزاء في والدته، وتقبل الله منا إن شاء الله الدعاء ليها بالرحمة والغفران، ونبتدي حلقتنا إن شاء الله معاك ومع الأستاذ رباب الشورى. اتفضلي. اتفضل. في البداية بنرحب بالست اللواء أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية. استاذ احمد، الدكتور احمد ونيس دكتوراه في القانون الدولي، ومعانا كمان الضيفه الجميله الاستاذه شيرين سلمان رئيس مؤسسه تمكين مصر. نرحب بيكي النهارده. اهلا بيكي. اتفضل. في الحقيقة مصر بتمر بأحداث جميلة قوي الأيام دي، فيها ازدهار، فيها جمال، فيها تقدم، روعة إن احنا نسمع إن جون بايدن رئيس أمريكا بيقول احنا عايزين نعمل مبادرة في أمريكا، عايزين نقول كلمة صنع، نحيي كلمة صنع في أمريكا تاني. تحية للأستاذ رئيس الجمهورية، تحية إجلال وإكرام وعرفان بالجميل، تحية لكل من ساعد مع السيد رئيس الجمهورية في إحياء مبادراته. عايزين نقول للسيد الرئيس تحيا مصر، تحيا مصر بيك، تحيا مصر بمبادرات السيسي. السيد اللواء أحمد ونيس، تكافل وكرامة أطلق السيد رئيس الجمهورية، إيه رأيك؟ هو الحياة كريمة. حياة كريمة. وتكافل وكرامة. حياة كريمة وغير تكافل وكرامة طبعًا. دي مرحلة وعدت، إنما الجديد هو حياة كريمة. حياة كريمة. أولًا كل الشكر والتقدير لقناة الصحة والجمال وبرنامج سيادتك اللي بيذاع من خلالها، وسعيد بوجود سيادتك والإعلامية رباب. بنتمنى كل التوفيق لهذا البرنامج التنويري الرائع اللي دايما بيبقى موجود في أحداث الساعة لتبصير المشاهد. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير لأن ربنا حبانا أن نكون في مصر. فمصر مهد الحضارات. مصر ربنا سبحانه وتعالى كلم عليها، كلم سيدنا. بقى في يعني طالما قلنا الحمى، يبقى نقول تحيه لعيد الشرطه، لرجال الشرطه في عيدهم. احنا احتفلنا بيه الايام السابقه خلال الشهر السابق. طبعا كل التقدير والتحيه لرجال الشرطه العظماء اللي هم احد جناحي الحفاظ على الامن الداخلي والقوات المسلحه للامن الداخلي والامن الخارجي. تمام. كل التقدير ليهم، ورحم الله شهداء مصر العظماء سواء من الشرطة أو من القوات المسلحة. وعايز أقول بس كلمة بسيطة قوي، لماذا نحيي هذه الذكرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى اللي هو خلق هذا الكون، فما بالنا نحن البشر. لابد أن نكرم أبطال، لابد أن نكرم الشهداء في الدنيا وفي الآخرة. لهم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى، لهم نعيم الله وخيراته. فدي أبسط حاجة إن إحنا نهتم، عشان بعض الناس بتتساءل لماذا نحتفل. ده شيء. الشيء الثاني، حتى نذكر الشباب ونذكر المواطنين بأن هناك تضحيات حتى نكون اليوم في أمان. والتضحيات دي ثاوت، شهادة، إصابة، نصر. وفي الثلاثة دول بيأمنوا حياتنا كلها وأمنوا أمننا القومي. فكل التقدير والتحية لرجال الشرطة، ودائما مصر في احتفالات واحتفالات، وكل سنة وهم طيبين بخير يا رب إن شاء الله.
هتكلم على التكافل، على حياة كريمة. حياة كريمة، حياة كريمة الحقيقة هو مشروع موجود، بدأ التخطيط ليه وتنفيذه في مراحله الأولى من عام 2019، وبدأ التنفيذ لحوالي عدد من القرى والمراكز، وتم الإعلان التنفيذ الجدي من خلال الإعلان اللي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية في 21 خلال الشهر اللي فات، بأن يكون هناك تنمية شاملة مع تغطية النقاط التي ظهرت خلال الفترة التمهيدية أو التحضيرية، حتى يكون هناك حياة كريمة لأهالينا في القرى. كلنا من القرى، كلنا بنعيش حياة من أصلها القرى والنجوع، فلا يمكن أن نهملها. حصل نوع من أنواع العشوائيات حوالين القرى، لم تطال المدن فقط إنما أطالت هذه القرى، اللي بيقول السيد الرئيس قال عليها التوابع لهذه القرى اللي وصلت. احنا عندنا حوالي تقريبا 4500 قرية، يعني 4700، وتوابعهم حوالي 30 أو 35 ألف تابع، والتوابع عبارة عن القرية وظهر حواليها بعض التعديات الخارجية النبوع. خارج الكردون حصل تجمعات 50 بيت 70 بيت 20 بيت، اسمها التوابع. النجع ده كيان، النجع عبد الرسول، النجع هنا ده كيان، إنما تاريخي. النجع نفسه حصل ليه امتداد عشوائي زي المدن، زي مثلا لما قلنا عزبة الهجانة من منطقة المناطق العشوائية اللي كانت طلعت بدون تصديق، وده خارج الكردون المدينة. سيادة الرئيس أكد أن هذه العشوائيات أو هذه التوابع ستعامل معاملة تطوير القرية، يعني الموضوع مش موضوع ال 4500 قرية فقط، ولكن شامل لي 30 ل 35 ألف تابع. هذه التوابع لها مجهود ضخم، يعني هيخش لها زي ما يخش في المدن رصف طبعا، هيخش لها رصف، صرف صحي، مية، إنارة، كل البنية التحتية، مدارس، مراكز تدريب، مراكز شباب، مدارس، تطوير شامل لكافة هذه الموضوع ده حاجة رهيبة، حاجة كان كلنا كنا بنحلم بها منذ 52 أن نطور هذه القرية. وفعلا بدأنا في هذه التطوير، وإن شاء الله بإذن الله خلال 3 سنوات تنتهي عدد القرى بالكامل في تطويرها الحضاري، ونعيش بقى نخش نلاقي يعني حياة كريمة مخطط ليها هم 3 سنين. 3 سنين كل سنة بالتوابع، يعني 1500 بالتوابع، كل سنة هيتم تطوير 1500 قرية بتوابعها. توابعها دي تطلع، دي بقى تطلع 5000، تطلع 10000، ايا كانت. وخلال الثلاث سنين، طب حطينا ميزانية قد ايه لهذا العمل الضخم الرهيب؟ مصاريف كام؟ حوالي نص مليار، نص تريليون، نص، يعني 500 مليار جنيه. طب ايه سيادة الرئيس اشار في المبادرة بتاعته ان لابد ان تساهم في هذا المشروع القومي الضخم، حياة كريمة لاهالينا اللي احنا كنا بنشوف بيوت مبنية بالطوب اللبني او متعششة بالعشب او بحاجة طبعا كانت مؤذية للنظر ومؤذية للحياة الطبيعية. طلب من المجتمعات المدنية، هو ده من بقى رجال الأعمال، هو ده الجديد. أيوة، هو ده الجديد، ان المبادرة هي مش مجرد مبادرة، هي دي التنمية بعينها. أكيد. ويمكن دي اكتر مبادرة سيادة الرئيس اهتم بيها جدا اهتمام يعني بشكل كبير، ان هو عمل مشاركة بين الدولة والمجتمع المدني، كل مؤسسات المجتمع المدني هيشاركوا في، حتى الشركات اللي هتتم إجداد وتحليل في القرى اللي هيتم فيها مبادرة حياة كريمة، القرى دي أهالي القرية هيشتركوا في أعمال التجديد. هم هيشتركوا كعمالة من خلال هذه الشركات وهيقبضوا مرتبات، فبالتالي بقى شغال في ملاك. هو حتى فكر في البطالة، الرئيس ألزم الشركات اللي شغالة بتشغيل الأهالي نفسهم، الأهالي نفسهم اللي موجودين، يعني بدل ما أعمل ترحيلة للعمالة، طب أنت عندك أهالي القرية، عندك حد من البطالة. ولأن إحنا كمان فيروس كورونا خلى ناس كتير قوي قعدت في بيوتها، فما بقاش عندهم شغل، فهو كان حريص إن الناس اللي بقت نسبة البطالة اللي زادت فرصة عمال، فادى فرصه لكل قرية. والله يمكن انا عايز اقول لسيادتك ان كورونا ربنا سبحانه وتعالى الهم الشعب المصري بان يقاومها بالعمل، بدليل ان هناك المشروعات الحاليه التي تتم وتتم بكثافه رهيبه على مستوى الدوله بالكامل، 26 محافظه، ال 26 محافظه
فيهم مشروعات تنمية ما كناش نحلم بيها. هنتكلم عنهم، هنتكلم عن المحافظات اللي هي فازت بأكبر نصيب في الموضوع. شيرين هانم، هو حضرتك نقدر نقول إن حياة كريمة انتصرت على فيروس سي وانتصرت على كورونا. طبعا يعني هي كانت فرصة بالنسبة للشركات الكبيرة ومؤسسات المجتمع المدني إنها تشارك. فطبعا مع وجود كورونا احنا كنا متخيلين إن الدنيا تبقى صعبة، لكن بالعكس ده كانت سهلة جدا للمجتمع المدني إن هو يشارك مع توجهات الدولة في إن هم فعلا بيساعدوا كتير جدا في تنمية الريف والأماكن العشوائية اللي ظهرت دي، بحيث إن هم برضو يساعدوا مع الدولة والشركات الخاصة، كل ده تكاتف ان هو يعمل حاجة كويسة لدولتنا. أستاذة شيرين، احنا كمان عايزين تكلمينا عن مؤسسة تمكين. تمام. وازاي بنقدر نساعد المرأة، لان انا شايفة، انا عارفة انك متحيزة للمرأة. تمام. جدا. فعايزين نعرف مؤسسة تمكين مصر بتقدر ازاي توفر فرص وتمكن المرأة من المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر. هو حقيقة من اول يوم واحنا بنشوف اهداف المؤسسة كان توجهنا ان احنا يعني بمبدأ ازاي نعلمهم يصطادوا السمكه وان احنا ما ندهمش سمكه. فكان ده كان اللي احنا الشعار بتاعنا اللي احنا ماشيين عليه في الاول، وما زلنا الحمد لله ونجحنا جدا فيه. فاحنا ما عندناش مثلا اسر بنعينها وبنديها مرتبات في الشعر والكلام ده، احنا عندنا اسر بنعلمهم وبندربهم، سواء اذا كان التدريبات تدريب حرفي، بحيث ان طبعا المراه ننظم لها دماغها ازاي تقدر تعمل اشغال يدويه وازاي تعمل حاجات مفيده لاسرتها وازاي تقدر تبيعها بعد كده. يعني كنت اتفضل يا فندم. بعد اذنك معانا الاستاذ احمد. احنا معانا اتصال هاتفي من الصحفي الجريء احمد حسن، هيتكلم معانا عن مبادره حياه كريمه باستفاضه. تمام، اتفضل استاذ احمد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه احنا كنا عايزين، كنا نتمنى حضرتك تكون معانا النهارده، لكن المداخله هتفي بالغرض، وهو مبادره حياه كريمه. حابين حضرتك تكلمنا عن المبادره واهدافها واهميتها عند الرئيس. خلينا نتكلم ان مبادره حياه كريمه دي هي افضل مبادره لتشهدها مصر التاريخ. المبادرة بتستهدف انه رفع تنمر لكافة القرى والمدن داخل مصر. لو احنا بنسترجع للذكريات، يعني خلال 30 سنة ماضية اللي تم تنفيذه في مشروعات صرف السطح داخل القرى حوالي 10%، يعني كان بواقع حوالي 20 قرية في السنة. من 2014 لحد 2020 وصلت نسبة التنفيذ 38% بدلا من 10%، يعني خلال 6 سنين الحكومة قدرت تنفذ المشروعات صرف صحي بنسبة 38%، يعني وضع حوالي 100 أو 110 قرية في السنة. أما بالنسبة لمبادرة حياة كريمة، عدد القرى في مصر 4500 قرية. الرئيس ميسي شدد ان هو يتم تنفيذ مشروعات، سواء مشروعات مياه، صرف، كهرباء، مدارس، مستشفيات، تنميه القرى باكملها خلال 3 سنوات فقط، يعني بواقع 1500 قريه في السنه الواحده بتكلفه تصل تتخطى ال 500 مليار جنيه، يعني في السنه الواحده أكثر من 150 مليار جنيه هيتم صرفها من خلال الموازنة العامة للدولة. ده بالتالي مبلغ ضخم جدا، يعني مبلغ ضخم جدا. أحمد بيه، يعني حضرتك عايز، أحمد بيه حضرتك عايز تقول إن إحنا وصلنا من 20 قرية في السنة، تنمية في القرية في السنة 20 ل 1500 بحياة كريمة، وصلنا ل 1500. مظبوط، ده حقيقي. يعني المستهلك، انا بقول لحضرتك خلال 30 سنه سابقه تم تنفيذ مشروعات صرف صحي حوالي 10% فقط من القرى داخل مصر. وخلينا اكد على حضرتك انه عدد سكان القرى في مصر حوالي 60% من عدد سكان مصر، يعني حوالي 60 مليون يعني 60 مليون نسمه. يعني ال 1500 قريه بيخدموا حوالي 18 اكثر من 18 مليون نسمة.
تمام يعني حضرتك عايز تقول لنا ان احنا في خلال 30 سنه عملنا نسبه 45 قريه من 4500 تمام. واحنا في الثلاث سنين دول هنعمل 4050 قريه. 4500 مظبوط يا فندم بتكلفه 500 مليار جنيه. وخلينا اكد على حاجه معلمك يعني. اتفضل يا فندم. المعايير اللي تم وضعها لاختيار القرى والمراكز يعني راوا في ال 1500 قريه الاولانيه لازم يكون القرى الاكثر احتياجا القرى اللي ما شهدتش ترهلات اي ترهلات من الدوله خلال فتره كبيره القرى اللي فيها عدد اسر مهيله. وخليني برضه اكد ان هو مش تنميه القرى بس لا ده تنميه النجوع اللي والتوابع اللي جمع للقرى بحيث يكون هم الدوله في الوقت الحالي فكر الدوله اختلف ان هم مش هيعملوا قريه ويشوفوا نجح. مظبوط. نجح بعد سنه او سنتين او ثلاث سنين هيحتاج تدخل ثاني. تمام. احنا نعمل تنميه حقيقيه داخل كل القرى والتوابع والنجوع اللي تتبع للقرى بحيث ان يكون في تنميه حقيقيه داخل المركز الاسلامي. وبالتالي هم دلوقتي مش بياخدوا مركز مش بياخدوا قريه او معينه لا هم بياخدوا المركز والقرى التابعه ليهم. احنا بيه متشكرين لحضرتك جدا 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 وان شاء الله نكمل مع حضرتك تاني في لقاء تاني ان شاء الله ونرجع للاستاذ شيرين تكمل لنا. احنا كنا بنقول ان 30% من السكان تقريبا في المشروعات الصغيره بنركز عليهم في المراه فكانت قضيتنا ان احنا بنركز على ازاي نعمل تنميه للمراه بحيث ان هي تكون بتدر الدخل على الاسره وبتساعد الاسره في ارتفاع مستوى المعيشه بتاعها. فلما واجهنا بقى ازمه ان هم اصلا ما عندهمش ترتيب لدماغهم ازاي يقدروا مثلا لو بيعملوا منتج مش عارفين يسعروا المنتج ده سعره كام وتبيعه بكام وتكلفته كام فاضطرينا برضو نعمل برامج تدريبيه للمراه بحيث ان هي تعمل تنميه لنفسها وترتب دماغها ماليا. يعني لو هي بتعمل مشروع يبقى تفصل بين المشروع وفلوس المشروع وبين الفلوس بتاعتها المحفظه بتاعتها الشخصيه. في كمان مبادره اطلقها السيد الرئيس يعني انا طبعا يعني سيد الرئيس بيفكر في المواطن البسيط وبيفكر كمان على المدى الطويل. في مبادره يعني اطلقها السيد الرئيس يمكن محتاجين نتكلم عنها كتير قوي لانها تفيد كل ست. مبادره اسمها مسطوره. تمام. مبادرة مسطورة ديت اللي هي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. متناهية الصغر فعلا. وبدون ضمان وحاجة كده فيها تيسيرات كبيرة جدا. هي أغلبية المشروعات تبع بنك مصر الاجتماعي. أغلب كل المشروعات المتناهية هي بتبقى فعلا غير يعني غير ملزمة بشكل فعال ولا الضمانات ولا الكلام ده بتبقى ضمان المشروع. هو الضمان الفعلي لأي مشروع. يعني لو حد أخد قرض أو أخد فلوس عشان ينمي مشروعه بالذات في المشروعات المتناهية دي بيبقى هو الشخص نفسه بيبقى ضمانه مشروعه ما بيبقاش فيه ضمانات بنكية ولا الكلام ده كله. فده اللي بيشجع طبعا على إن الاستثمار والاقتصاد. الحقيقة أنا كنت حريصة أن احنا نبدأ اللقاء النهاردة بحاجة إيجابية ومش إيجابية بشكل عادي لا دي يعني أخدت الأهمية القصوى كمان في الاهتمام من سيادة الرئيس. بنشكره على مبادرة حياة كريمة طبعا. ونتمنى ان هو يعني مزيد من المبادرات ان شاء الله. هنتكلم بقى في موضوع مهم جدا 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 وهي انا شايفة ان هي قنبلة موقوتة يعني وهي الباعة الجائلين. عايزين نناقش مع حضراتكم مشكلة الباعة الجائلين وطرق حل المشكلة ورؤية سيادة اللواء في موضوع بيشكلوا خطر هم نفسهم بيتعرضوا للخطر. الموضوع ده موضوع مهم جدا. سيادة اللواء هو كان حصل فيديو بسيط كده للسيد رئيس الجمهورية مع الراجل بتاع التين الراجل بقى المتجول اللي بيبيع التين يعني وكان عمل معاه حديث وأصدر توجيهاته بتوفير يعني المكان المناسب والجو والمناخ المناسب للبائع المتجول ان هو يقف يشتغل فيه. هو شيء طبيعي جدا ان نسعى لحل هذه المشكله على مستوى الدوله ولكن الشيء المطلوب هي مشكله عالميه ان يكون مشكله عالميه. الجهاز الاداري لرؤساء المدن والاحياء بيجمعوا هذه المشاكل لان كل قريه او كل مدينه او كل مركز
في عدد رهيب من الباعة الجائلين عشان أقدر أحل في فترة زمنية، وده شيء هيخلي خفف عامل الانحراف، عامل الخروج عن القانون، عامل المنظر الحضاري اللي احنا بنعمله ده، أو اللي مؤسسة الرئاسة ماشية فيه بخطى ثابتة علشان يخلي المنظر شكل العام، مش منظرة بس لا، يعني تنفيذ عملنا شكل جمالي، عملنا شكل رهيب في جذب السياح وفي حياة كريمة للمواطن اللي بقاله مئات السنين أو عشرات السنين منسي. فبالتالي الباعة الجائلين دول لابد من وضع ليهم نظام، ولكن عشان الناس تبقى عارفة هذا الموضوع هو دائم ومستمر، لأن البائع الجائل النهاردة هديه المكان هيظهر آخر، فلابد أن يوفر ليه، إنما على الأقل بحليك جزء بالظبط من مشكلة عقيمة، بس ما يعني لا أتوقع أنها تحل في سنة أو هو ثلاثة. هو حضرتك عبي إحنا أصلا عايشين على جزء بالظبط، ده كيان اقتصادي، ده كيان اقتصادي الأرض بتاعتنا. أنا يعني احنا عايشين أصلا على جزء بسيط، أنا عشان أعمل ده أنا هنعمل يعني مبادرة جميلة جدا، وياريت تتعمل، وبدأت في بعض الأماكن يتم أعتقد هنا في أكتوبر اللي كانت يعني مليئة، الزاوية الحمراء كانت الباعة الجائلين بيشكلوا خطر كبير جدا، ولكن اتعمل نموذج رائع في الأراضي اللي بتبقى فاضية، الأراضي اللي بتبقى تحت الضغط العالي اللي مش مستفادة، عمل نموذج رائع، لموا كل الناس دي بكيات بشكل آدمي ومحترم، وعملوا سوق رائع. يعني هي لازم هي تجربة لازم يحتذى بيها طبعا. يعني ده غير ان احنا عندنا يعني لو اتكلمنا في المدن الجديدة، لو من خلال بدل ما توصل لعشوائيات احنا ممكن نبادر من الاول ان الموضوع ده يبقى مقنن، بحيث ان احنا ما نفضلش نجري بقى قطة والفار والجو ده. وبعدين في حاجة، هو المواطن اللي بينزل يبيع تمام، اللي بيضطر ينزل في الشارع يبيع، هو مضطر. ده يا فندم ده هو مضطر، ده احنا جائلين في مستوى العالم كله، في باعة جائلين طبعا متحركين على ده. حضرتك اللي مضطر ده هو اصلا وفر فرصه عمل لنفسه، ما كانش فيه فرصه تانية، ولا هو بالظبط بالعكس ده خفف عن الدوله عبء العماله وعبء الدور على شغل. كلنا بنشوف المخاطر اللي بيتعرضوا لها اثناء ما الاجهزه التنفيذيه بتنزل، لان يعني الاجهزه الحقيقه الاجهزه هي بتنفذ قانون وهو بالنسبه له مخالف. فاحنا النهارده عايزين يعني نعمل ايه بقى؟ نعمل الميكس اللي هو الراجل دوت يبقى له المكان اللي هو بيقدر يبيع ويشتري فيه ويكسب منه، والاجهزه هي اللي تحميه. هو حضرتك احنا يعني، ولكن انا كلمتي اني احنا زي مثلا بعد على مراحل، يعني يقصد يقول على مراحل كان وسط البلد حاجه رهيبه، ما فيش عربيات بتمشي وسط البلد، زحمه مروريه فظيعه. لا ده كان باعة جائلين مالوا الشوارع الرئيسيه ده غير الزاويه الحمراء، هم ادوا للزحمه يعني. ولكن ده خلانا نعمل مقترح واتحلت هذه المشكله، ونقلنا كل الباعة الجائلين دول، فهتبقى مرحله صار هذه في مين يا خالد. ولكن هم كل يوم اكيد مما في تدين، لان بس اللي انا هقدر احله دلوقتي عشان الناس ما تقولش طب ما لسه في باعة جائلين، انما خدنا جزء زي هنا اعتقد في مدينه 6 اكتوبر في احد الاماكن، في رئيس مجلس المديره عمل حاجه زي كده وجمع حوالي 100 باعة جائل وعمل له مكان ودبر له، ده نشيط ونقطه مهمه. الحقيقه احنا في قلب 6 اكتوبر بنطالب كل رؤساء المدن الجديده، لان كل المدن الجديده موجود فيها اماكن كبيره جدا، مساحات كبيره مش مستغله. المشروع ده المشروع الباعة الجائل نتيجة لاحتياجات مستثمر أو بالزبط. نتيجة لاحتياج عملاء بيشتروا منه، فهو لازم يكون بيسدد احتياجات ناس. وبعدين احنا عايزين نعمل نماذج بقى. أنا اتصلت تليفوني من الأستاذ محمود العسقلاني، إسلام حمدي المحامي. إسلام حمدي اتفضل يا فندم. سلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إسلام. أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ إسلام. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. موضوع مهم وشائك اللي انتوا طافينه النهارده. حقيقة. أتمنى لك استجابة عند المسؤولين بتوفير أماكن، وأنا أحدد أماكن، لأن المشكلة عندنا هي مشكلة مكان. المشروعات الصغيرة وصناعة السفر للأسف هي المشروعات المظلومة جدا، يمكن على مستوى هيئة المجتمعات المعنية الجديدة كلها.
فيما يتعلق بتوفير الاماكن. حتى كنت في تنسيق مع او اتصال مع صندوق القطاع التنميه بخصوص توفير اماكن لاصحاب المنشاه الصغيره، وهناك من اللائحه والقانون المنظم ليهم يجبر الجهه الاداريه المسؤوله اللي هي هنا هيئه المنشات العمرانيه بهذه المدينه على توفير اماكن للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. استاذ اسلام يعني في استاذ اسلام والمزايدات الظالمه لهذه الانشطه. احنا المجتمع عندنا شرائح مختلفة، جزء كبير عندنا في 11 اكتوبر و 6 اكتوبر من محدود الدخل، لان للاسف طرح مشروعات تغطي او تلبي الاحتياج للشريحة دي المقدمة، وهي شريحة كبيرة في المجتمع، لان مفيش فيك للاسف حجم مطروح يكفي العاوز اللي موجود، وده اللي بيخلي جزء كبير منهم يلجأ للاسف مع ضيق الافق اسلام بيه. اسلام بيه بعد اذنك، حضرتك بتقول ان في قانون بيجبر رؤساء المدن وهيئه المجتمعات العمرانيه على توفير اراضي للباعه الجائلين. الو 10% سنويا كقيمه ايجاريه من اجمالي تكلفه الوحده. تمام معايا يا فندم؟ فاحنا حسبناها على اعلى تقديرها دلوقتي، تقديرها كده القيمه التكلفيه للوحده هيبقى في حدود 1000 جنيه العين. طب هل في مشكله من وجهه نظرك في الاراضي في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده؟ لا طبعا، حجم المخطط، لو جينا المخطط للتفتيش لاي مدينه في مدينه المجتمعات العمرانيه الجديده هنلاقي ان في جزء كبير جدا خدمات تجاري وخدمات مستقبليه. تمام. فيها اراضي لغايه النهارده، حتى الاحياء القديمه اللي مدينه 6 اكتوبر لا زال فيها اراضي شاغره. مظبوط. طيب الاراضي اللي موجود اراضي كبير جدا فاضي يقدر يعمل فيه الكلام ده، يقدر يطرح الكلام ده، بس للاسف هم بيستندوا او بيقتصروا فقط على الطرح من خلال المزايدات. لا والله، هو الموضوع اتفضل يا اسلام بيه، الموضوع مش كده. عايز اقول لك انا عشت تجربه بنفسي وكانت قدام عيني، وانا يعني التجربه عشتها بنفسي، وكان رئيس احد الاجهزه في اكتوبر، لان هم 4 اجهزه انت عارف، فيعني رئيس احد الاجهزه خد قرار بانشاء سوق تجاري للباعة الجائلين وينظم بشكل حضاري وشكل منظم وتمام، والراجل انشا. فمش عايز اقول لك ان هو لقى هجوم من الناس. يعني انا يعني الموضوع ده حصل، انا يعني انا موضوع احتياج للمدينه، انا احتياج المدينه في شرائح مختلفه، في شريحه من الناس عايشه في كومباوند وعايشه بتتعامل مع محلات معينه وبيجي لها دليفري وهو قادر على دفع الفرق ده. يعني هو استاذ اسلام الخدمه دي لا يعني هو يا استاذ اسلام، حضرتك دلوقتي اتكلمت ان في قانون للمحال اللي في المولات، صح كده؟ المحال المولات، بصي في عندنا في المولات للاسف ان احنا عندنا مولات كتيره، فنظام الطرح من خلال الهيئه فيه كذا جزء. يعني عندنا في 11 اكتوبر كان في طرح من حوالي 3 سنين أو 4 سنين لمحلات بحق الانتفاع. تمام. وكانوا محددين ارقام محلات معينه في ال7 سنوات دول ان هم يتم رفعهم من خلال حق الانتفاع. بالظبط. انا للاسف برضه لما الاقي في اقبال على بعض الاماكن للبيع في المزاد العالمي الغى فيها حق الانتفاع واقتصر على البيع في المزاد العالمي. يعني القانون ده مش مفعل. يا فندم القوانين موجوده، يعني القانون موجوده، لكن المعمول بيه في هذه المدينه التنفيذ لم ينفذ. طب نرجع ونقول ان زي ما حضرتك بتقول، بما ان القانون الجهات التنفيذيه مش بتعمل بيه، وكمان سعر المتر وصل لحاجه و40,000 جنيه زي ما انت بتقول، فالنهارده النهارده احنا بنطالب باقامه نماذج بقيمه بسيطه، يعني محلات بسيطه زي اتفضل تمام. وكان في محلات في مساحات 11 متر و15 متر في المحلات بالطريقه دي. تم للاسف بدل ما يتم طرحها بنفس النظام المعمول بيه في السواقه الحضريه، الا انه طرحها من خلال مزايد عالمي. هو ده بقى اللي بيخلي الباعه الجائلين يشتغلوا. بالظبط. ما وصل لسعر المتر ب 118,000 و120,000 المتر. ياه. ده مكان المفروض ان دي سواقه حضريه يا فندم موجوده في 1185.
طب يبقى احنا برضو كده بنرجع تاني، احنا كده بنرجع تاني وبنقول ان المواطن البسيط ملوش مكان، يبقى هيضطر يضطر يشتغل في اتفضل. اتمنى بس ان هم ياخدوا بالهم منه مشروع الايه ما شاء الله في مدخل المنطقه السابعه عند بيتك ومنطقه الاولى بالرعايه. منطقه الاولى بالرعايه للاسف سكنت من حوالي 10 سنين لم يتم طرح اي محل تجاري في نفس المنطقه الا من خلال سيوله حضاريه تم تنفيذها وتم الانتهاء من تنفيذها حوالي من سنتين لغايه النهارده. من سنتين لغايه النهارده الاحلات دي متسقعه، ما حدش نزل عمل فيها اي اجراءات لا بالبيع ولا بالايجار ولا استلم بيه. اسلام بيه الف شكر، متشكرين لحضرتك جدا جدا جدا، الف شكر لحضرتك. هو انا بس عايز احمد بيه تعليقك اتفضل. يعني عايزين نفرق ما بين المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر والباع الجائلين حتى لا يحدث الخلط. بالظبط، لان هنا كده احنا خلطنا ما بين اشياء. الحاجه الثانيه وده مهم قوي وده سؤال بنطرحه لكل الاجهزه اللي موجوده في المجال الاداري، ان هي ترد على تساؤلات بعض الناس، لان انا ما اعرفش القرارات اتخذت بناء على ايه، في بيع بالمزاد العلني، في بيع يعني دي بتبقى نوع من انواع تنميه الموارد للسوق، وخاصه ان هناك بعض الناس بتستفيد من ده، يبقى الاستفاده اكتر للدوله وليس للافراد. الموضوع المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر اعتقد كان وزاره التضامن وبعض الوزارات المختصه بالاستثمار في هذا المجال كانت طرحة مبالغ طائلة ولم يتقدم أحد ولم تصرف خلال العام. ليه؟ لأن الشاب اتعود في فترة من الفترات زي مشروع ابن بيتك مثلا، في فترة من الفترات كان يروح ياخد الميت متر أو الميتين متر ويجي مستثمر أو راجل من المطورين العقاريين يلم القطع، خد لك يا ابني مش عارف إيه وروح واخد بعضه وماشي. بالزبط بالزبط. طبعا الموضوع ده احنا تلفيناه تماما في خلال ما بعد 30 يونيو، ما بقاش فيه هذه الميغة اللي كانت موجودة في بالزبط. أن كل واحد يستثمر في اتجاهه، لابد أن يكون هناك تخطيط، والتخطيط هو الذي يحقق 20-30 ولا ننسى ده. وكل ده موضوع في إطار يعني تخطيطي مش إطار عشوائي، ولكن هتفرق هتقع بعض الحاجات ده أكيد 100%، لأن هناك مستجدات احنا بنزيد كل سنة من 3 مليون طبعا. يعني عدد رهيب وده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اسمح لي بس يا فندم في الحته بتاعت حضرتك بتقول مشروعات صغيره ومتناهيه ملهاش علاقه بالباعة الجائلين، طب حضرتك عايز تصنف الباعة الجائلين دول على انهم ايه؟ لا ده لازم أنا يكون مشروع متناهي فعلا. هذا البائع الجائل يتقدم بمشروعه ايا كان، انت بتعتبريه مشروع يتقدم للجهه المعنيه ويخش ياخد حقه. هو يا سياده اللواء، يا سياده اللواء، بدايه الموضوع كله البائع، بدايه الموضوع كله هو مشروع جرس يا فندم. ده هو البائع مش محتاج ياخد قرض عشان يعمل مشروع. احنا عايزين نلم الباعه الجائلين ونعمل لهم كيان. بالظبط كده، هذا الكيان لابد ان يكون هناك طلب، وده دور الجمعيات الاهليه. طب هو استاذ اسلام بيقول لك ان اتعمل سوق نموذجي، ان ده عشان ما بقاش مش كده، مش الموضوع ما بيتاخدش جزافا، ما بيتاخدش هيلا هوبا كده بقى مره. لابد من اسس وقواعد. انا زي ما قلت لسيادتك كان هناك بعض الاموال ولا ثالث مرصوده في المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، اعتبرنا ان البائع الجائل من ضمن المتناهيه الصغر يتقدم بمشروعه ومطلبه عشان اجمع، عشان اشوف المنطقه الفاضيه كدوله، مش بالمزاج، مش بمزاج رئيس المدينه ومش بمزاج. يعني حضرتك عايز ان احنا نشوف الاماكن اللي يكون فيها اماكن فاضيه، اماكن اراضي هي بالفعل فاضيه بناء على حجم اللي هتقدمه، ونعمل سيستم معين بنظام بديزاين معين ونبتدي نسكن الناس باسلوب طبعا حضاري وتكنولوجي. ده تمام، ده علشان ما بس ده ما يعني ايه، يعني لازم نعتبر ان ده حق لازم نعمله. ده طبيعي يعني، لان هو مشروع غير رسمي، فاحنا عايزين شرط ان هو قابل ايا كان بقى حضرتك. يعني هقول لحضرتك على حاجه يعني فعلا عجبتني انا جدا. يعني بص، الراجل اللي هو رئيس جهاز اللي هو يعني تم مهاجمته ببعض العبارات لانه هو انشا سويقه بشكل حضاري وبتاع واداها لاحد الاشخاص ان هو ينفذ المشروع، والناس ابتدت هو عمل كشف وحصر للناس اللي هيسكنوا الباعة الجائلين اللي هيكونوا موجودين. هو تلاشى الموضوع ده بعد كده، عمل ايه؟ راح منزل الموضوع في مشروع بكراسه شروط لاي شركه تخش ممارسه تمارس وتنفذ المشروع. هو انا امين على اموال الدوله،
فبالتالي لابد ان التزم بالقانون ومن يخالف القانون يحاسب. بس انما ما فيش ده حل يعني ده حضرتك ده حلول حلول كمان. بس احنا يعني استاذ اسلام قال حاجه مهمه جدا، قال ان احنا من سنتين اتعمل في اكتوبر سوق نموذجي حضاري والى الان لم يفتتح. طب ده ليه؟ لما يبقى عندي الباعة الناس احنا ضد العشوائية، ولكن الناس اللي محتاجة المحلات دي والمحلات اوريدي موجودة. ده الكلام اللي احنا بنقوله، يعني انت المفروض يعني انشأنا المحلات وسبناها ما عملنا لهاش افتتاح، فهيضطر يتقام مشروعات غير رسمية بطريقة عشوائية زي ما حضرتك ما بتقول. طب ما هو السوق ده ولو كان موجود من الاول كان هو ده المكان اللي هيبقى يعني الشرعي والمنفذ الشرعي. يعني تقصدي تقولي ان احنا نبتدي بالسوق، نبتدي احنا وده حصل فعلا اوريدي، هيكون في عندنا ناس موجوده هنا بكره اكيد، نبتدي احنا ننشا السوقات دي، ما تبقى السوق ده موجود بشكل رسمي تمام. يبقى احنا عايزين تكلفته يعني هي تبقى برضو بسيطه في متناول البائع المتجول. تمام. البائع المتجول كل اللي يمتلكه رصيده في راس مال شويه البضاعه اللي معاه بالظبط، هو ما عندوش راس مال ياخد محلات. ده اهتمام اولي للدوله وهو حياة المواطن البسيط. وهضرب مثل بسيط جدا على مرأى ومسمع للعيون وسيادتكم إعلاميين. مثلث ماسبيرو. هذا المثلث كان يسكنه عشوائيات في صفيح، عايشين عيشة ضنك، عايشين عيشة. فلما قطعة أرض من وأثبتنا في هذا الحكم أن هناك ملاك موجودين ولهم الحق 900 أسرة، وبدأ المشروع مع إخلاءهم اللي فيه أخذ أموال وفي قال لا أنا هسكن. أول حاجة بتتعمل لهم دلوقتي والأبراج صعدت في قلب مثلث ماسبيرو لصالح هؤلاء الغلابة. فبالتالي مشروع اتباع الجائلين أيا كان هذا المشروع هيجي وقته هيتنفذ. هي فئة في المجتمع وكيان طبعا، وكيان مهم جدا، وكيان مهم جدا في المجتمع، وكيان رائع. احنا وصلنا حتى كنا من 6 ل 8 مليون شخص ورسم ودول مسجلين. انت حضرتك 8 مليون احصائيه البيع بالظبط رقم عالي يعني، وفي بيع وشراء وحضرتك يعني بنتكلم في حوالي 8% من بالظبط، ولا اما تصنيع، لا اما حد بيصنع حاجته في البيت وبيخرج عشان يبيعها، او بياخد من خامات الموجوده المتاحه في الدوله وبرده بيبيعها، فهو بيجري الاقتصاد برده يعني، دي عجله اقتصاد طبعا، واحنا ما نقدرش نستغنى عنهم. فاحنا بس عايزين نخليهم من هو كيان غير رسمي يعني عامه كيان رسمي. دور الاحزاب والمؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال المستثمرين في حل المشكله دي حضرتك. والله انا من وجهه نظري ان لازم تتعمل احصائيه كامله وسريعه في ايه الاحتياجات اللي الدوله العميل عايزه. يعني انا ليه بروح لعربيه الفول؟ فاكيد مثلا سعرها منخفض، اكيد مذاقها مختلف، اكيد في حاجات. طب احنا ليه ما نعملش حاجه بشكل مقنن رسمي بحيث ان هو يبقى عنده التراخيص بتاعته وعنده مثلا الصحه تقدر تباشره والكلام ده كله بحيث ان هو يبقى مقنن. فاول حاجه انا متاكده لازم تتعمل ان لازم تعمل رابطه لكل الباعة المتجولين ويدرس منهم نفسهم ايه احتياجاتهم، وبعدين نوحد الجهات الكتير يعني اي حد معدي، عندك التراخيص، عندك الشرطه، عندك كل دول بيهاجموا الناس دي. فاحنا ليه ما نوحدش الجهه اللي ممكن تكون بتتكلم باللغه مع الناس دي؟ من وجهه نظرك ست اللواء، هو بس ما بيهاجموش. من وجهه نظرك ست اللواء، سياده النائبه هل الدوله لا تهاجم القانون في مجلس النواب للباعة الجائلين لمناقشتهم؟ طبعا موجود يعني حاجه مهمه. انا بقول لك ده اقتصاد كمان، اقتصاد مخفي يعني احنا مش حاسين بالدوران. حضرتك في حته الاقتصاد المخفي اتفضل. كان بنتمنى وده هيخش ان شاء الله في نظام الشمول المالي، وهو ان انت ما تيجي تشتري من البائع الجائل يكون معاه اللي هو الجهاز بتاع الفيزا وعشان اشتري من ده ان شاء الله اللي جاي، واحنا بنمشين خطوه اللي اعلن عنه قبل كده اللي جاي. يعني حضرتك يعني انت عايز تقول بالتالي لما اجي اديله الجهاز ده يبقى اصبح ليه رخصه. بالظبط. تمام. وبالتالي السيده الدكتوره هاله ابو سعد شرحته ان يبقى في شكل مقنن للبايع وعنده قانون بيحميه كمان.
أكيد. فالحقيقة أكيد. يعني هو وعلى فكرة تأكيدا لكلام حضرتك، هو بيهاجم عشان هو غير رسمي، لكن وانس ان هو دخل تحت مظلة الرسمية خلاص هو يهاجم. هو مكان مخالف بالناس طبعا. لا ما احنا عايزين نقول حضرتك، لا احنا اتفقنا على احمد بيه، لا احنا قلنا ايه، احنا قلنا عايزين نشوف المكان الاول، يعني نبتدي بالنوازع شيرين هانم قالت ممكن نبتدي من قبل المكان نفسه، المجتمع العمراني نفسه ما يسكن، ممكن نبقى عاملين حسابنا ان دي نقط تركيز الباعة الجائلين، ونبتدي نعمل السويقات اللي هي الناس دي هتسكن فيها، اللي يعني هي ممكن يكون من بتمن قليل يخليه يقدر يبيع السعلة بتمن قليل، يخلينا نقدر نشتري بالتمن القليل. ما فندم اللي بيشتري اللي بيشتري في المول، مشكلة الأماكن الجديدة إن هي بتبقى طبعا كل مكان في مول اللي هو خدمات طبعا مش بيفعل، فبتضطر الناس تعمل ايه، الناس يعني بندخل في مشكلة كبيرة، اللي يبدأ يفتح شقته علشان يعمل زي سوبر ماركت، واللي يبدأ يعمل خدمات تحت العمارات، ونرجع تاني نحارب العشوائية. ما هو أنا المفترض النهاردة بمجرد ما المكان اشتغل وبقى عندي فيه تكتل سكاني أيا كانت نسبته، لازم أفعل المولات دي. طب المولات سعرها غالي، السعر ده أنا مش قادر عليه، يبقى عندي البديل. ما هو مين اللي بيشتري السوايقات المدعمة ويبقى فيه، يعني اكون كده ايه، عندي لازم الدعم يبقى واصل لمستحقيه، يعني الحاجات البسيطه دي ما اجيش الاقي مثلا راجل اعمال يروح واخد لي 10 20 محل، طب انا ما عملتش حاجه. فاحنا محتاجين هو حضرتك يعني اللي بيحصل يا ضربك، يعني هو اللي بيشتري مين في المولات، المول بيبقى نازل المتر مثلا فيه من 100 ل 140 الف جنيه المتر، فلو خد محل هياخده بمليون وربعمائة ألف، لو دفع 25% من تمنه وعايز 350 ألف، هل البائع المتجول معاه 350 ألف؟ لا، موضوع يعني صعب. قضية مطروحة للنقاش أعتقد طبعا. وإن شاء الله الدولة تشوف لها حل، يعني مع أعضاء مجلس النواب والاقتراحات القوانين بالنسبة لمجلس الشورى، لأن الموضوع ده موضوع كبير زي ما حضرتك قلت، 8 مليون بائع ليهم طبعا كيونيتهم وليهم مكانتهم في وسط هذا المجتمع، وهي كتلة استثمارية ضخمة طبعا لو تم النظر إليها من دلوقتي إن شاء الله. وده نداء من خلال برنامج حضرتك إن الجهاز إن الإداري الله يبدأ على مستوى جمهورية مصر العربية وليس الأحياء الجديدة بس. ليه؟ لأن الأحياء الجديدة ليها مميزات معينة وليها فئة معينة وليها طبقة معينة، وبعض الأماكن الأخرى القائمة الآن نبحث لهم عن مخرج. أستسمحك معنا يا أستاذ محمد عبد الحميد من هنا، استاذ محمد عبد الحميد استاذ جار محمد عبد الحميد، اهلا وسهلا. مساء الخير استاذ محمد. اهلا وسهلا. مساء الفل. انا سعيد ان انا انضم لحضراتكم وضيفكم الكريم سياده اللواء احمد. اهلا بك. اهلا يا فندم. حضرتك كلمنا عن اينا، مبادره حياه كريمه في اينا. والله يا فندم مبادره حياه كريمه في اينا تعتبر يعني مبادرة أحيت وغيرت شكل الحياة عندنا في محافظة كينا، في القرى اللي دخلت لها في المرحلة الأولى كانت شملت تقريبا 3 قرى في محافظة كينا، كان من بينهم قريتي التي أسكن بها وهي قرية الدهزة تابعة لمركز فشوط. يعني بدأ مشروع حياة كريمة في عام 2019 في القرية بإجراء حوالي 100 عملية عيون بمستشفى العسكري في قنا، تبعهم قوافل طبية، ثم إنشاء العديد من المدارس، تم تأهيل وتجهيز عدد 5 مدارس ابتدائية، يجري الآن أيضا في القرية بناء المدرسة للتعليم الأساسي تشمل حوالي 22 فصل، تم تجهيز وتأهيل وحدة صحية، وجاري العمل أيضا في إنشاء إنشاء التأمين الصحي بالوحدة الصحية الأخرى الرئيسية في القرية. كما تم أيضا ضمن هذه المبادرة الكريمة التي يتبناها رعاة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تأهيل حوالي 109 منازل بالقرية، ومد شبكة أو مد المياه العذبة لمناطق المحرومة، وإيصال ما يبلغ من 6 كيلو و200 متر
مواسير القطر 4 بوصلة للمناطق المحرومة، بالإضافة إلى توصيل المياه للعديد من المنازل المحرومة. إذا إحنا شغالين محمد بيه، إذا إحنا شغالين في حياة كريمة في هنا، في إنجاز وفي خطى يعني سريعة. والانجاز ملموس، وليس هذا فقط، بل انه يعني منذ يعني اسبوع يعني تم يعني عقد جلسه بواسطه مندوب من حياه كريمه للتشاور مع اهل القريه في متطلباتهم ضمن المرحله الثانيه التي تبدا هذه الايام، وقد عرضنا عليه جميع مطالب القريه ومنها توصيل صرف الصحة للقرية وشبكة المياه الكريمة وعدد كبير من المطالب. أود أن أضيف أيضا أن مبادرة حياة كريمة في المرحلة الثانية شملت 65 قرية، فتم ضم جميع قرى مركز فرشوط وعلى ربع 9 قرى إلى المبادرة، وجميع قرى مركز أبو تش وعلى ربع 33 قرية ضمن المبادرة، بالإضافة إلى 18 قرية ضمن مركز دشنة، وثلاث قرى في مركز الوقف، وثلاث قرى في مركز. إذا الصعيد إحنا النهاردة بقينا بنقول إن إحنا في عندنا شغل في الصعيد. تنمية. ودي طفرة ما كانتش موجودة على مدى 30-40 سنة اللي فاتوا، ما كانش في عندنا أي عمل تنموي في الصعيد خالص. تنمية، وهذه يعني أماكن حقر على الأرض. لو كنا كأهل قرية يعني طالبنا به أكثر من 20 سنة ما كان ليتحقق لولا المبادرة الرئاسية، ونحن نمتاز هذه الفرصة لتقدم بشكر جزيل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الكريمة التي أنجزت فعلا وتستهدف تطوير القرى ليس فقط في محافظة قنا ولكن على مستوى الجمهورية، وأصبحت حياة كريمة ليس مجرد مبادرة ولكنه مشروع قومي تلتزم به الدولة لتنفيذ. شكرا محمد بيه، متشكرين لحضرتك جدا جدا، ألف شكر. بنرجع لأحمد بيه. أنا عايز أضيف حتة بس، إن تنفيذ المرحلة خلال 3 سنوات ليس فيها تعداد، بمعنى أن 26 محافظة بمراكزها بقراها ستكون في نهاية 2024 كاملة المرافق، كاملة الخدمات، كاملة كل شيء. 2024 اما 3 سنين 23 22 23 24، اللي هم الثلاث سنين. انا اتوقع الرئيس ممكن تبقى في 23 كمان، او يعني حسبنا 21 لا حسبنا 21 22 23. ليه؟ لان في الفتره اللي فاتت من 19 فعلا تم نشر بعض القائمين على هذا العمل جوه المراكز وجوه القرى لتلبيه الاحتياجات وتصويب الاخطاء التي ظهرت في 2019 و2020. سيادة اللواء، إن شاء الله بمشيئة الله موضوع شيق، إن شاء الله هنحاول نزود الوقت عشان إحنا مدام شيرين إن شاء الله سيادة اللواء هنحاول نزود الوقت عشان موضوع قضية البائع متجول وهنحلها إزاي، هنتكلم فيها من أوسع أبوابها. هيبقى معانا صور وفيديوهات ومقاطع فيديوهات موجودة للأعمال والنماذج اللي معمولة في جميع دول العالم واللي تمت بالفعل في مصر، يعني تحديدا في الشرابية الزاوية الحمراء وفي أكتوبر. وإن شاء الله وكمان يا ريس بس عايزين نأكد على السوق اللي اتعمل ولحد دلوقتي ما اتفتحش، يعني احنا هنشوف مين المسؤول ان النهاردة السوق ده لحد النهاردة ما اتفتحش وكجهاز بتحارب الناس. ان شاء الله يا ربنا يكرمنا، ان شاء الله نتقابل الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله في نفس الميعاد ان شاء الله الساعه 7. لا حقيقي سعداء بالموضوعين، يعني موضوعين يعني كل موضوع عايز 3-4 حلقات. اعزائي المشاهدين، الوقت عدى بسرعه. بنشكر السيد اللواء احمد ونيس مدير اداره مدير جهاز المخابرات الحربيه معهد المخابرات الحربيه، والاستاذه شيرين رئيس مجلس اداره جمعيه التمكين، والأستاذ رباب جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.